الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عمر ابن أمية الضمري وصحابه بقليا فرات، وانا سحابي قودن بكلي لغا حد دونو ودرسي قودن بصوص صعدة ان شاء الله كتاب كوكب جبابي دونو لح سحابي بهالمرس الاسرائيلية. عمر ام عمر ابن اميه انتدب الرسول سته من الصحابه ليحملوا كتبه الى عظماء ملوك الارض، وكان احد هؤلاء السته عمر ابن أمية. تاريخ ذو حقوري سائل النبي صلى الله عليه وسلم لحنن أو سحابي سكمدة ويرتي إن أي أقود بيان لنبال الذي يقري بقرادة دونك لحدي إن وفدي أهان لا دري إن لنبال سيديال إن نقضان وإنبي كقود بيان وبقرة ده حرير كلا لا سمعيني حوار كلا لا سمعيني إحدى واحد كجري سحبي كمان تا مكه اللين المجا عبا عمر ابن أمية الضمري. بنا بشو كده لا الضبه وحي جوان سدان جوانا ان النبي محمد ارض اللي وسي داي يدد كان اسغه اوتو ان وح الله وحي لغا هرتي كران لغا هرتغو وحي دونت ما نقطه الهو ارنكا اي برايس كيد و نقطه كلفات دي نقطه ان قريش دم بلوايو تاريخ ده لغا وهو المهم محمد ما شو نكبحوا اما انغا اما اسغه بيت بنجوغي. فجردت القضاء على الرسول صلوات الله وسلم عليه كل سلاح هب والب اللو أديك سنكره بيقالك كلا بحر بما في ذلك الاغتيال والغدر. وحتى الله كان لقى أساسينيشن إني سميان وغير لو أما لقى النبي صلى الله عليه وسلم هجر لو أما لقى حتى أنت ويسميان سي قرسودي إن لو أدلو سي غدر إن لا سميه وح أي قرب تنبي كماله. ولم يكن المسلمين غافلين ولم يكن المسلمون غافلين عن كيد قريش ولا أقل منها ضرر وبأسا، لكن المسلمين تيوي حتى وحاسو كمال هنا وحلو ملاقي وحجر تاعي وحلو دي دي بندا بيضا انتو الى السعودية ما انا كب اسيرين اني ما كان من اسك معين كرنا واي حي يقول لفت الكود ضد مال اسكيال واسك ضعفاء وحد دون لقي اللي كرمها. وقد كان العيوني والفدائيين في كلا المعسكرين شأن اي شأن لبضع عيدنبا إذن كمسلمين إذن كجالدبا يعني ضدك جواسيس تاء أم حكت أورورين يا ضدك سال لوسو لح داي
in dadka nafhorayaasha ah labada ciidanba ay ku jireen, jeshka mushrikiintana waa ay ku jireen riman iyagu marka xog ururiye ah oo plain clothes ah oo dadka ku dhex jira oo dhilqa ah oo intaa jaasuus war qaadaya muslimiin iyaguna saasoo kale intelligence ay ka shaqeeya kuwa fidaa'iyiin oo diyaar ah inay taan waxay doonaan inay sameeyaan labada qolaba. Yani bimacnaa dagaalku marku wuxuu maraya muslimiintuna awooddooda aad bay u sarreysaa, qolyahana marka horeba awood bay sheegan jireen, marka waa kii lagu kala bixi lahaa oo finalka ahaa. Wafii dhaatihi marka inuu jawigu sidaa iyo atmosferku saa u horeeyo xaaladuna aanay deganayn maalin maalmaha ka mid, waqafa rasuulu salawaatullahi wasalaamu caleyh fii khawaasi asxaabi, si gaar ah ayuu saxaabada intooda gaarka u ah oo xulka ah buu gaar ula baxay. Waqaal markaas wuxuu ku yidhi man yadhabu ilaa makkata mutakhafiyan ويحدث في القوم اثرا تذكره العرب وياتينا بما جد عنده من اخبار واك كان ديار واه سي قرسودية خدوما ليس اه انو انتو ادوسو نمان كان مشركين تا كدي من انو غاقا كان اما بحالك كس يعني كسمية فل راد راب اه او راد رابة او تاريخ دو ولقد اي حستو يعني ما حربنا انو هالك كان لعا فعل taariikhda meel uun ka gala weligeed aan la halmaamin. Wafii nafsi alwaqti nimanka waxa ay ku dambeen akhbaartooda iyo awooddooda intay la egtahay iyo inta ay dagaalka wadi karaan iyo lixaadkoodana marka ay noo soo saamiyaan u baahana yaa inoo soo sheegay. Bimacnaa lin cadowga dabcan waa inaad ogaataa aad ku talagashaa waxa uu haysto iyo awooddiisa oo dhan waa ina assessment ay markaa lagu sameeyo. Faqaama ilayhi camar umaya, camar baa istaagay marka addamri faqaalu wuxuu yihi ana yaa rasuulallah hawshan ani idaaya. فانبسطت أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنت لها يا أبا أمية. نبينا أدب أوفر حمرك يا أبو أمية وهي أدنى كوكو أوها حمرك يعني أوبريشن كالربين لأوفيو أما لفوليو ميشن كالوضر وميشن هلستي سلاح داد في جيغان أو إنه إنتا اللي أجيهين وهبين يمالين حق أرورين أيا أو ماشي لك إيمان لها مالو الوردية لغاية يعني إنك ما أنت أبريري إليه أنا إنتان عيدن كودا aan ikhtiraaq ku sameeyo inaan intaa dhex gala warkaaga keenaya nin sahlan maaha. Camar baa yidhi anigii daay rasuulallah. Kaana camar bnu umaya addamri saxaabigan marka maanta aan ka hadlayn wuxuu ka mid ahaa min anjaadi alcarabi almacduudiin, dadka geesiyaasha ee carab ee fara ku tirsku ah. Jeri alqalb nin qalbi adag, dakiya alfuaadi maskax iyo caqli iyo dhugna ku darsaday. Waxaa laga yaaba inuu geesi yahay laakiin aanu ogeyn halka laga iman doono iyo tabtuu kaga dabaalan lahay markay xaaladdu meel kale ay gaartay iyo cadowga suu isaga dhiciin lahaa iyo waxaa laga awoodina inuu hayo geesinimo inuu hayo laakiin inuu sahlaagaa laga yaabo amaba uu waddo kale isku sii furo. Laakiin camar bnu umaya waxaa ilaahay isugu daray geesinimadii oo meela qalbi adeegii oo majexjexinimadii oo meel kale ah iyo fahmadii iyo dhugtii aad aad u sarreysay oo ah saddex shay qualitieska qofka hadday isugu tagaana runtii cidda ay sahayaan meel saari kara. Waxaa kaloo kaaga daran shadiida almira, awooddiisana markay taagantahay physical nin aad u xoog badan ba xaadir albadiiha, hadalna aan loo qarin karin oo ma aragtay dadka badiihada waxaa lagu qofka markii wax lagu tuuro markiiba jawaabta heli og, markiiba soo tufaya ama waxay u socdaan fahmi kara. Dad waxaa laga yaaba markay saacada ka sawiray inuu intu madaxa qabsada yiraahda haa masaasaa loola jeedi, isaga waxa hadalkana meeshiisu dhigaa wa fii nafsi alwaqti fahamkiisuna wuu sarreeyey intaadan hadlina wuu kaa horeeyaa. Famaa min cuqdatin ilaa lahaa cindahu xal, waxaa ka mid a marka ninkaa dabcigiisa shay walba oo lakala furi waayo wax walba oo noocan ma adkaada xal buu ahayaa. Wamaa min xarajin ilaa lahu cindahu makhraj, wax kasta oo yimaadana meel lagaga bixo marka leeyahay. Haddii aad baraka allah fiikum codkaas u dhigi lahaydeen ilaahay idin barakeeyo. Min dalika mathalan, tusaale waxaa ka mid a anna rasuul sal alayh wasalam bacaathahu birisaalatin ila najaashi, nabiga sal allahu alayh wasalam ayaa maalimaan maha ka mid a wuxuu la diray dhambaal, laakiin marka kan waxaa loo diray boqorkii najaashi maliki alxabasha oo xabasha boqorka u ahaa. وكان النجاشي يؤوي المسلمين ويحميهم وانا ابتي نجا النجاشي وانك مسلمين تبترونيك سيي سو دويي حميد سيي
ee ma aragtay magangalka siiyay oo soo dhaway u ahaa. فلما أذن له بالدخول عليه مع الداخلين مركي ليري صقل إلا أن كان وانين نبي صلى الله عليه وسلم كالصعادة وسفير قوي ورقد بقى له سوء ديبي نجاشي بأتري صقل بالير وجد أن سقف الباب المفضي إلى إيوان الملك قد جعل منخفضا كثيرا مركو ساو صقلي قصري وبقرك ودقنا بوحو أركي البابك لقلي iwaanka amaba qasriga meesha diiwaaniyada weyn ee boqorka uu fadhiyo albaabka laga galay wuxuu arkay inuu aad u hooseeyo xataa laa yadkhul minhu axad ila huwa raakic icdaama lilmalik wax kalena hoos looguma dhigo waxaa la rabaa qofka soo gelay inuu rukuuco oo hundursado si markaa boqorka ugu rukuuco eena u muujiyo in boqorkii markaa la weyneeyo tamaan waa kuqbad ku khasbantay ilan albaab meesha oo hooseeya iskuma diin kartid waa inaad xoogaa marka tii waxa la rabaa ama adoo ama ogolow ama diide in lagu khasbo inaad boqorka u rukucdid tiinu dareemo marka albaabka marka soo gali rabo falamma gada qubalat albaab markii uu albaabka ku soo beegmay infatala wadakhala cala caqibihi si kale isku rigo markaasuu gadaal gadaal u galay indiyatar u gashtay yani erbeel yani macna waa muxuu diidaya isagoo rukucsan inuu galo فشق ذلك على القوم هم به ويكو أتكا تمرك قال لي مركي أركان نين كان إنو تاتيك وماشي لي يمد وركوع ده إسكا إلى علينا لو حال السيري ونين كان هلا قبتو قوضها لك الصور فقال أن الجاشي بقر قال مركي وشيري ما منعك أن تدخل كما يدخل الناس ومحا كودي ضدك وسيوسو قال إنا مسوق قشي يعني معنى أني والبو إنتو فارس وسوق قال إذي محا محا قذال قذال وسوق قشي فقال مركي وشيري أننا معشر المسلمين قد نهينا أن نركع لغير الله مسلمين هضامنا innagu waa linoo diiday ilaahay wax ka soo haray inaan rukucno waxa laga yaabaa taa aan adiga inaan dhaafi lahayn qofku uusan ku baraarug lahayn laakiin caqligiisu markii wuxuu siiyey in meeshan dan kale ay ku jirto in la rabo dadka in lagu dulleysa halkaa in rukuuc lagayri ilaahay halkaa lala yimaado markii uu ku baraarugay faqabil ictidaara laakiin najaashin inuu caquulu ahaa waa uu ka aqbalay ictidaarka uu muujiyo yiri anig muslim baan ahay baana diyaarna uhay dabcan انت انا الابسود كان انا ضعف رنتي وحلقه يابا كونتكست كا او كان انما نخصي دد كان ميلها جوجو او كلا وحا انه لا كلنا مالنتي ما انا بابا ديلي بيسس وحابا كلا دون حالاتها او كلا يعني بمعنى قف كان وحلقه يابا انه خوغا كخيشودو دينكيس انه موجيو اما يصير هذا اما وحكو ويدابا طنبات حفيزك أبو سعوتي أما ولو ديدا لكن الزدو يقول لماذا أن راديين يحيي كجرتا في التمسك بدين الله جل وعلا نينك كما حلقا يا بعدي كهر جوغة وقال ذا أمو حكو ديدا إن الله سبحانه وتعالى كو سخر وأضون أديك فالك كان أديدا يسي إله بأس كو سخرتي إله بأس أضوني وأمو جيسي كان إله بقى عندي سكجرا جل وعلا إساق إله سبحانه وتعالى سخيرني وتسخير كو سمعيني marka waxyaabaha qaarkood innaga ina dhaafa mushkilad ma lahayn damba keentay wadaad ba fatwada iyo maslaxa raajixa ku jirta iyo ha ku degdegin in alla intii aad isdhihi kartid oo diinkaaga maanta hilbu kaaga baahan ninka kan imaam musawir qaatu kaaga baahan ina sameyn kasta waa muhiim waliyaha waxa arkay qof salaad ay ku soo gashay oo shir la leh qof aan muslimayn ay ku adagtay inuu salaadii wala gaar aan tukado ay ku adagtay salaaduna halka ay ku dhaafto laga yaabaa hadda dii lawan tukan inuu ku ixtiraami lahaa muu maxaa yeelay wax kale kuma ixtiraami wuxuu og yahay nin mabaadi ila inaa tahay waana ogtihiin dhowr jeerna mihaalkii waan keenay labadii nino ninkii carabka ahaa iyo kii kale bakistaaniga ahaa ee shirkadda ka wada shaqeynay labada biikaarnimo ku shaqeynaya temporarily oo midna isaga oo dharkiisa bakistaanka iska wato salaada on time taga uu soo laabtaa oo waqtii salaad baa la gaaray uu ku hayaa maanta waan soomanay waan furay buu ku hayaa kan kalena waxna kama reebana salaadna uma kaco weli ku sii darso inuu meel markaa masaajid imaamka ah ilmihim dabcan labadoodii baa isku dhacdo wuxuu leeyahy manyow nimankan ha nagu dirin nimankan meesha aan kaa shaqaysanay waxna asalaamu calaykum taan tirada badan iyo salaad aan inaga kala yaray haddii kale waa intaasoo inagu kacan ama aniga idaa oo hay wax igu darsan kan kalena hawshiisa watay dabcan lixdii bilood markay dhammeen oo ay ahayd in contract fuula la siibo oo ninka marka wuxuu filayo already khalaas inuu dadkan ka gadmay kan kalena la eryi doono ilaahay marka wuxuu qadaray kii kale
كي ما أردت بكستاني أها سلام عليكم تبضنا سلام ديس إلى شنري إن إلهي سبحانه وتعالى قدر إنه كونتراكتي فول سي كان كلام اللي يراد هل كاسي كاي أكت طبعا ملكي اللي ويدين وحيري نينكا كان وحيري باكستاني أها حيري نين مبدأ لي إنه يموجي يعني معنى دين تيسو إلهي يعني معنى إنه تكنا إنه وقت يسي وبلن بو إلهي لله بلن تيسو إلهي وحن هو بعمل بما تهدان شقالي سي إنه هو شيء سأبقى دانه ونين كلمة وكاد عادي يعني كلمة دي سمال سارو كان هدي بو إلهي إلهي سي احترام وعي وبلنتي إلهي ولا مسلم وأنا أقول له يعني إنه تيد كنت من دونه ما نوجه يعني إن إلهي وجوجي يعني ما جوجيني بربنا ونك قالك يعني معنى هو مسخر هذا الضبا هدي عمر من أمية وليه لما ألف باكتميت نين قالها يا ديوانة دي سكول جلتا وحكس على جاي لي كرا وبتن محاكا معناه وأنو أن صمين لها حوالا مشكلة مال تابو الحكالة رح بحيو حيري مرة بو إنو قال له فل موجني إلهي غير كينا من ركوع تانا وحي كم تهي قفك مسلم تهي بدي سينو إلى شيء وبإيجاز اسكو صدو الضوء فقد كان عمر بن أمية أليق الناس بهذه المهمة التي ندب إليها نفسه رنتي هوش المشن كالنبي صلى الله عليه وسلم وحي لسارتي نم متيستو أهرون هانتي لولا عيب واحد بس هل عيب جرت فيه عيب جرتو اللي هناك كان هو أن أهل مكة جميعا كانوا يعرفونه أهل مكة ولو يقانا ما كان إسقرين كرا أو أنتو ما أردت ما سكرات إسكال لي قدتك ونحلوش ماها يعرفونه لا بسيماه فحسب وإنما بصوته ومشيته أيضا كلية ماها إني بدان تيسا أما مقال كيسا يقانا كلية ماها حتى عد كيسا يقانا سعد كيسا حتى ويقانا ما كان ينقرسوني كلام ماها دوما أنت انتو ماسكرات اسكدي افكر يوجي قدوبته او عدك حتى نوعا ما ويرا له سعد سعد كيسا له سوق قوانا هدو افكر كلا قال عد عد كيسا له قرانا مركا كلية ماها مركا وما جيساس بدان تيساس أما مقال كيسا إن لو أقول صار حتى الصوت مركو هالله حتى المشي مركو سعانه انت ام باجرت مركا واحد كلية حق كواليفيكيشن كاينو وسردان والنقضاء ام حق نبي قصة اوري انت كلية عيق كرتاو انت هو امد الرسول صلى الله عليه وسلم عمرا برجل من الانصار نبي مركو حر راعيين انصار تكمل حيرين كانها كوكو لو قدر صدق فمضى هو صاحبه لبضع دقائق قاصدين معاقل الشرك في المكة يجو مركا هلكا يماشي مشركين تدقينهن أبارة معقل وهم صوشا رحنا الله رجال وما لها يقوه وكرق وقه ويكمرك كؤرسين وجعل يواصلان السير في الليل ويكمنان في النهار خشية أن تراهما عين من عيون قريش لبضين وين دقاقين همين كنا ساسي أسعضالان مالين كنا وين دكادان وحوغا وين نستان يقوه دادك إسكا إلى اللي وإنتا صو كوحي كبقيا إن لقبته مركا هبين كي مركا دكتو إهردانو سانتو إيكالا دكتو ولهما سكن في الليل أي نقطه ودونك جوك ودقو واندادك اللي سأركي كرين ويسو عضان واسكا قوريم ويسو عضان مركي واقع وبريانا ويحكذان ومال بيدنا بنصان وكان يمنيان نفسيهما بأن يأتي بأبي سفيان بن حرب إلى المدينة قتيلا واسيرا لبدو دا مركا يدي ديشو دا وحاي أما يوسو عضيونا وحا وهواس وقع حريقان بابك ومشروع عود إن أبو سفيان من حرب أما إساق أو حرحران أو لصوق فاشي أما إساق ومدحي سلوضة والذي لوضة مدوني مدينة إني كان تان هواس وقع حريقان فلما غدوا قريبين من قريش وحي سعدالان با مركي كسي دوادين مكة ويقل ربان ارتبطا جمالهما في شعب من شعابها البعيدة رتيجي أيوتين أما أيوتين رتيجي أيوتين بوحي سجد دبردان ملكا من عرجو عرجو ذا بورها مليار ولا جقله ودخل متلفعين بأدية الظلام مركزي هالك كحلوشين يود مبدئة أو اسكو قرينة مبدئاس قاصدين منزل أبي سفيان وحي مركوسي سعنا ما نقولي أبو سفيان من حرب وحي ربان إنه شقق قبطانه أمدحي سيسوق قاضي أمو حي ربان إنها مركز إسوق ولا سوي حرارة كانا فقال الأنساري لعمر نينك أنساري جاء نبي الرعي بس حبي جماعة أنت عن كهل لأن عمر بيقول يا أبا أمية ليتنا نطوف بالبيت ما بيتي إلهي أن طوافن ورجانس
ونصلي ركعتين ثم نمضي لشأننا. لما رجعنا أن تكنو ضلينا ما كان رعن من هذا بيتي إليه هل كان نجرو هو شيء ينظم بس إيه طواف النواة جانس أن كفى إذا سن كفر رقب صنو لما رجعنا أن كتورن. فقد يكون هذا آخر عهد عاقر العهد بالبيت وحلق يابا مركي إنه قدم بيسيب إنه نقضي أنا مش نصعنا هاي وأنا لقابن كرا وأنا لديري كرا وأنا لابتيالي كرا وحلبو ليعي كرا مركة بل أن هذا جانس كان ما دام أمريه أن كفى إذا سن. فقال له عمر عمر بأجوابه حيري إن من عادة قريش والنيو ورأة قوشة قريش وحا عادوا إذا تعشوا أن يجلسوا في أفنية بيوتي مركي عشيانو هبين كي مركي لقارو ونيو البروحي يعوني الهاو عونو وحي فريسان بيقول الباب كيسا على فريسة أرداغة فرع على فريسة وأكثرها مطل على الكعبة قريو هذا أنت أقول بضن كعبة ذا كما فوق بيولي يعني كعبة ذا سأقوها الرسيين هكا يدقين مركنين أنتو كعبدة درس لا مركو عبين كنتو صاع الشيء دي بده صافر يستو إسلي ماشي إن هواك يما أردت فرش إيرك قاضو وأركي يقف كعبدة الضوافي دتك صاق لدك مالك اليقان ماشي إن عمر إن أميو مركو سانت الرقي إلى قراني نينك ويهان وعي كل جرتا مرك ماشي. والقوم في حالة حرب بي هذا الكو حاوة عمر دتكونا الدقال بما أنت كجران وهم متيقظون لكل طارق وين أفي جيجيه قف كست صاق لنا إن ده يكوها يعني ويهون قدها يعني معنا وحورة بعمر إنه يري هذا والمال لابد يرن كرمها وقت الدقاء يعني هذا على الضوافي كرمها أنا نمان إن له يوفي رنيهين وإنت ألا ليجيهين أو سأو في الجيغن أو إني تام أم قاذي أم قف صوق على الدكان ولا كالإيقان الدكان ديغان كي إذا كالي سجلوتي ولا كالإيقان نقد دابني عمر بركو حديدين هاي إن ضوافك اللي هذا. فقال له الأنساري متوصلا نكي كالأنساري أهاوي كي قد قريب عزمت عليك أن تفعل ولن يصيبنا شر إن شاء الله نيو أرنكا ويجي لجنت هاي بني وحن إله من هو داريه وأن سمينا إن إلهي نحن ما تصدون وحشر إن سوق قال دون مكان. فلا أنا له عمر عمر مركو أرك إني كساحبك هي كي لجنت هاي وسن بدب عين وربع من البيت كان والضواف بس إنه نوع ودع السنة هذه وكيل وما ضيع إلى البيت بيتي بلا هذا مرك. فطاف به سبعا تضرب ذي طواف بين مرين وصلى ركعتين في الحجر سيدي عبده المرقوف الطواف لبدا ركعة اللي قلت كان لها مقام إبراهيم ويكوت كذي ثم خرج إلى مكة انت عدنا وتسن ضدكم مين أركين ودقاقين لشأنهما الذي قدم من أدي كدمنا مش إنكي هوش الله صدري بيقول دقاقين وجود قلين تامرك إلهي باب البادي لما أركين لكن بيتي والطواف. قال عمر عمر بقول فيه شكد إسقى النوض وسحبي كما أنت أنكه لنا فما إن أتممنا ركعتينا حتى رأيت رجلا يحدق بي في العتمة في المركز اللي بدر رجع ضاد مقام إبراهيم اللي قلت كلي مركز ساعة ولا ما ينبيه وحن أركب رنين ساعة كورة إن هاي وجبة يبان أركب يعني سجارة اللي نقفك مركي ونوعنا غريب وياي ماشى وخشين كويه عندنا أمك أقول ضدك نوع ما إن هاي للرعاية وحن نبعر سجارة هني إن هاي للرعاية أركب. فلما عرفني مركو إجرتي بيحير عمر بن أمية عمر ما يهد طبعا خلاص والله قلت عمر بن أمية والله نينك بقى لهم ما قدم مكة إلا لشر نينك بيري وحان شر هين موضو عمر نين ما أردت إسكي ما أردت إسكي السعودة ما ضنبو وتابير شر نو السعودة مركو إنت أويري بيري هذا وأطلق صوته استسر خب الناس مركب أفكك لفرطي السوق هبر وعاني ورسوه له وركالة يا كالة نيك عمره ما يشد جوه كالة مركي ساعدنا هذا. فقلت لصاحبي نيك صاحبك إلى الصعدة نيجي كعبضة أنقلنا ماشى النكاني بأن الله الله حني النجاة النجاة وأنا نبيح عن بدبادنا فإن القوم قد نذروا بنا ضدكي وهنا قرتان وإنهم الله إن يظفروا بنا يجعلوا خشبتي صلبنا إلى جانب خشبتي خبيب هذا يجعلنا قول لقانا وإن دلدلي دونان وحن نقول أقدلدلي دونان خبيب جيس كيس يعني وحربا إنه تلمامه وقت جن مركع عمر ونومية بالمناسبة وأنا نصوم مرتق السداس أنا هذا مكة وقلي ومش إن كان وفلين ووقت خبيب انت الله صاقبتي جيت كان لقول حري ولا دلدلي أو ما عرفتي أنت وحكة سلا لقيا يعني يقول الجوس مين كان الجوس مين حالات داس يكون بيجي مرك مركو حيري وحنا مركا قرر خباب ولا دلي خباب سيد موقته ولا دلي مركو حيري هذا ين قبطان sida loo daldalo khubay oo kale loo daldali doona khasabadii iyo tiirki isaga laga soo laalaadin naga soo laalaadin doona inuu maratay aan hadda wax ka dayn marka meesha aadan macnaheena keenay kaacbada
halkaas aan ka mari karin. Mar haddiina la gartaan orodna, wama dayamak musciidayni fi ljabal, buurtaasi markaa xaggaasay tafteen buurta isku xambaaren. Faida alqawmu qad kharajuu fi talabina musiciin, dadkii markiiba ilaa ninkiiba qaylan aan sameeyey hal mar baa lasoo daba galamar, dad badan ordi afarta geesaa laga soo kala baxay. وكنت بير اعرف 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 الناس بشعب مكه لكن وحنا هابر نين كلا يقان مكه اي ودوين كيد اي بورها اي ما ما هذا عرفت واحد دهان قفك مركه اي يرهدان رمان ان يرهدان نيو عيد كاغا له ماشا او كا غران اغمله عرفت كما ما هذا واحد دهان اهل مكه ادرى بشعبها نيك مكه جوغ اسغا دك كا غران اوغ بوره هده اي وديقيده اي ودوين كلا مري عرب جود اي انت يعني قفان مكه كدالن ما توسين كرو وفي العد يقتقين مجرم بير وضد سيد الله مر. فما زلنا نخرج من شعب وندخل في آخر حتى أضعنا مرمى سام وجد سيدنا بير بور بور إنه يبيسي وإنه وين بير وكان وان أركي وين ويسوء منه أن يلقى قصين وعادوا أدراجهم هل كي كي مدين بدي أقول أبتن بير وين هلال وين إلى مركو حكومة باري تاكتي كذا عمر يوب يقول الجرشاني سيسوء كلا يقان سيد ودوين كلا كلا مر وعير مركا نمك مركا كبد بعدني دخلت انا وصاحبي كهفا في ذروه الجبل كدم الجود وين او بورته ماشي ذا سركيال ايان قال نبي وبتنا فيه ليلتنا تلك هبينك ماشي اسكسي حنب مالك لو دقائق مركا مالها وانا بور دشيت ايش ابو سريسه جود وين كيال هلك حسان سي حنب هلك حسان هبينك بارين فلما اصبحنا مركان وبريسني راينا قريب من الكهف رجلا يرعى حصانا له ماشي ان حلي بارني قد كي ويناء بوش بورتا دوشي ذا كير حلي ان مسيحاني مال ان سا وغيسي فقيت ما وحن ارغني نين ريميو ماشي جوغا او فرس اولي هلكا مركا كودا جنيه فلازمنا مكاننا وسكننا عن الحركة هل كاسان فريساني ما ينان وحن نسكو دينينا وحن دقلاقا قاينا سمين لكي لا يشعر بين وسوس النود دريمين في المشان يعني اسك لازم حركه ودن وان جوجين وحنا لنا هذه وسلي مرك هذه شنقر اسميسان وانت سنك انت كبر لنا قبطه لكنه ما لبث ان اقبل على الكهف وهم بدخوله من كي وحنا ارنا او ربي انه جودكي بسو غلو حلا انه مال وبرت اي تهي او اسك دي جيره اسك نسن جيره انك تهي نينك وحنا ارك سو سوده فقلت في نفسي مركا سمحان سيري بي إن هو رآنا صاحبي على صوتي مؤذن قريش بمكاننا أظنك أن أركو سيدي كي يوكلو أفكو أوكال فرام دونا قيل لان سمين دونا كدي من المنك قريش بإذن أغان دونا وكان حالة دا مركة إن عمي خلاص وانا دا قبانية فير وكان معي خنجر مركة وحان وتب يربع الخنجر أو وران كان موت فوثبت عليه وأغمدت فيه تديه بالك وانسا مركة وخنجر كي كله في تبير مركة سان حبت كميرها سان كي انت ولا حيسا ما رتحبت كيساس مركزان كان حب هيبير فصاح صيحة ردد صداها الشعاب فغدت صيحات فير قيل قيل لي كسر بحدا نكاس جبق ذي أي سما يسي وحي إذا قالت هل مر إلا نوارت مركي إيكو ودعيو أتكو حصول الله وانا انتها صجر هل كي مر وقيلي صيحات بيسكور اكتو قيل لتي رب ضمعه وضدك نقشي سبير فما هو إلا قال إن يركدب حتى رأيت الناس يزحفون نحو مصدر الصوت ضدك اسكسو قرية بان اركا سواء بار هلك قيلو ذا كتمت فعدت الى مكاني في الكهف هل كيف هذا ردي بقول الله بتبني وسكنت الى جانب صاحبي انك صاحبك من عندنا تي سي حقا فريس تبني فلما ادركوا صاحبهم وجدوه في اخر رمى منك مركا ان قنجرك كله في تبيري اي دولي مالين وحي اركا انك نفبحية حالة دي ودن بيسمرية فقالوا لهم ضربك مركا سيوي دي ويا وحن كوكو سبيه مركا مركا هو مركي ودن بيس أنفاستي ودن بيس نفبحية فقال عمر بن أمية عمر بقى يبو سمي عمر والله جايقا المركوانين مشهور فقالوا أين هو هالكو جوغا فعاجله الموت قبل أن يدلهم عليه ويقول انت آنو با شيغن آنو لين هالكاسو إنك حيقا عمي عشا سو جوغا بنفتو بحضي هالكاسو مركا كوكو عينيكي تي مركا ساسا كجبت دانمير وعلى الرغم من أننا كنا قاب قوسين منهم أو أقل إذا وحفق يعني مسافة لو يعني سجرنا وقاب قوسين لو قوس أنت سجران لو سجرنا هدنا ونسمع ما يقولون ونبصر ما يصنعون ووحى أيد ليهن عن مقلب وهذا الكيس إذا سنة فالكود أنا أركي
فإنه لم يخطر لأي منهم أن يلج علينا الكهف قف يا كمد كف كري إنه قلت كنا وصل قال مجنين بيل وإنما انطلقوا يبحثون عنا وراء ذلك ما الكلام يسي آدم بيل إله بك قريبا طبعا هاي هاي ما دام وح يعني آدم سيقول له هاي إنه نقول برا رغام بل لكن إله بك إن صعب عدكو ذوان مقلنا بيل حركاتك ذوان أركينا سمجلنا قاب قوسين كاسان لسو صارنا هاي لكن إله بك الكلام وجو ذا بارسي بيل فلما لم يقفوا لنا على أثر وحينا بعد الجوابان بمركي راد كي هلوائين احتملوا صاحبه ومضوا به إلى مكة منك هلك كجد بنتي بي حمبارتين وإلى تجد مكة إلى آدم لبث أنا وصاحبي في الكهف صحابة ذلك اليوم ذلك النهار أني منك أنساري ها قلت كي الناس سجى نص النبي المالك يؤذن فلما جن علينا الليل فلما جن علينا الليل مركي مجدي لجاره هبينك قبل كودعه ومركا مجدي لجاره قلت له فانيك الله لنا نحن النجاة النجاة وريون كالنيو عن هذا عيو حكا ضيني عن بدبادنا فإن عيون القوم تنفض الأرض نفضا بحثا عنا ضغكا كان وحقاد بين الرادين يعني عين تنفض هذا المقصود من حيوى قفك صام والبابا دو إشتاقي وقرور على البابا قرر قاضي وقد البابا قلي نمك مركا أيضا انت على أقنا ويصدرين انت اين بادي قوبي كراننا طبعا يعني ويسكو ديان نيو مركا عم رقابنا فلما أخذنا في طريق المدينة تذكرت خضيبا مركي مركا وحيد وانصار رقابنا مركي وضدي المدينة المنورة لو ماري لها وهل كان مر رجال عيني هين مركا ماشا مرين أيام حم صح صبر خضيب سحبي ما صحست وقد كان المشركون قد ظفروا به وقتلوه وتهضى الهين حل جابا لقبتي نكي خضيبها وانا لدلي وصلبوه على خشبة في ظاهر مكة وحين كد البلين وصال له وصل الذي تير أم مكة مش مش الدولات كلها سودة طبعا خبايب مش اللي قد لي وهذا جران كرتان إن كنا نتكتان رجانية مركة مركة عمرة هذا مكة مركة لا هذا وطن داتكو تنعيم تجان صم تنعيم بتجي يساوي هل كاسات كسو حرانة يسا تنعيم مركة مش مسجد عائشة مركة إيه أركار أسي سعوتي كبريا مش الجرة منطقه انا وحلقوا مع بحيرات بلغوا من ايرياس وحافظ يرو ميش كوتال حرم كوي كبحسنت لكن حرم كو حكي حاجه مركه ملها هو ايميديت بليس وحرم كو حكت يدا و تشيك بوينت تو بيال مركه يدا يا ماشي حرم كو يسو جنه 13 كيلومتر مركه ما ماشي لغا سو غلو ايريا حرم كو هلكا هلكا خبيب مركه لو دلدل لو دلي المهم و خيري مركه واقاموا عليه حرسا مركي لدلدلي أو أي هذانا ورديال لدول دقي ليراه الناس صباح مساء وحكلا ما وحل رادتك إن درس الله قال ليقو سويح مركينا مرة يعني إني أركان خبيب وهلك الله 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 حبين كان الأرك والله قال ليكتو ما أركتي مصور مال إسكيان فقلت مركا سامحان سليم بي وعمر والله لأنتزعنه منه ولا أوارينه وحي رساء ودين مال وحي كان وكا قادي دونا مالنا وكو حبالي دونا بي وحي ديدا مركا نين كان صحابي قا ميت كيسة أو شهيد كأه أو إلهي درتي هلك على جد لي إن ميت كيسة الله صل دعوة شطقة أو حروق إسكان نقود جديدة مركب عنق أنا صدق إنه هلك أنتو كقاعدة كدي من أمالك وحباله وأسطرة فجعلنا في طريقنا على المكان الذي أقيم فيه فمركب من وضعه إنه حكدي جنب بيري هلك دلك وكد عاي أما الجد الدري خبيب فلما دنونا من الحرس قال كهاش مركب كسر له عني قال أحدهم متكم إذا وحيد والله ما رأيت مشية أشبه بمشية عمر بن أمية قبل هذه الليلة. وحيري مركي اللي هما جودوا أركموكت إيوه صوص صعدة. مركز وحيري نينك بروح له ونينك ورديها ماشة تاعي. وحيد ولي ما أركن نينك صوص صعدة. نينك جس صعد أج نينك عمر أها. وعن عمر بوشيجة. لو لأنه أصبح في المدينة لقلت إنه هذا أنا عمر كو أجان لهم بيقولون المدينة جو وحني له بإسجع. مركز نينك حزن عمر بن أمية مية هذا ماشة إيمان كره. وأريم مدينة مصافضة وعشان بقول أفر بقول إلى كونت إلا عشان بقول كيلومتر بيسكون جيران وده أنا ولي ومركان بابور إيو أنا كهل لأن إيو لكن مركان الله لقاني محد ما لين سبب معقول ما يعني مركان لقول حيري نين نين كان كجاس سعد عمر مجر وهاد ما عنده دود ما كان جوجي لهن حن إيه لها وعمر طبعا هالك وحن بقطة إن عمر لقرتمك حيري فتصاممت عن مقالتي كأنها لا تعنيني كدي من واسكين دقت ربي هذا الكيس
حاول نتكلم يعني نين وحا أبا نيجي لقي هالدين يعني هذا الآن قصين أو كلام كسر قادر وما ضيد في في اتجاه خشبة الصلب كدي من هلك تيرك خباب لقود الدلي وهذا الصحابي بانسي أبا عربي هلك سان أذن فلما حاذيتها وثبت عليها مركان إذا كبك ما كسر بوذبير تيركي واقتلعتها من مكاني هالكاسان وحيري كسر رخصة بي وحملتها على عاتقي مركاسان لبر كسر صارت وانطلقت بها عدو عدوا مركاسان لصع الرب لتيركي ما شتاق ييل فلقي بي الحرس أما فلحق بي الحرس وما زالوا يطردونني نمنكي مركا وارديش مركا أركان نن تيركي لقد الدلنين كان سحابي اسكر رخصة مركا أركان لبر كنتو صارت لا عري مركا أركان بيقول اسكر دبا الدقان وحير حتى بلغت جرفا وإصاد بك عن بيري انت ويريني مر إلا أن كجار بيري جرف جرف ونجح سبسب ومركا دولات كان مركا يال هل كاسان آذين بي تحته مسير ماء عظيم هل هو سين وحاكويا مال بي مرانه واسك تقوينه هل كان وكويا فالتقيت أو فألقيت خبيبا فيه خبيب مركا ربك انت كوت إلا مع الحوق جيسان ربعين وقالت إن مركا اللي ذو مرة وأن أدو حوق بنوه ما يتكون مركا وعد وقت على يسكو ليه استيركي أو خبيب وسارين هل ودل دلي ويحلون بنتو سلا الرقصة دي ونورك انتو كورتو لو أردي مركا سوء مركا ما يشتكي من هكا كتورة بير خبيب وحن رأي مركا خبيب إني بيها تقى مريا ما يشا بي مريانكا إن مركا لا تقو دات كان وكبت بادو أو ما يتكيس عن الوعي يعني فكف الحراس عني بي نمانكي يبدأ بالجري إيرياني وإيحرين بي وانعطفوا اليه ليخرجوه منه مركز لانكي هلكي ان كتور خبيب انت اقول دقائق يو الربا مركا ان هلكا كسو سارن بيها وميشو دكو عليا فغيبه الله عنه فلم يجد اله بك قريب بي حق بد ما تيم مركيبا الى سبحانه وتعالى بان كلو دقاجي لكن يبو خربان خبيب ان ماشي اسك سارنا اسك سارنا هود هذا ماشي وريغيسا يدل حومته هلكيس لا اسك عونه او قفكي مره ويراه خبيب ميا او هلكا سلامه لا دغتو لكن إله سبحانه وتعالى وكرمه وعوانين شهيدة ساسا سمية بيه مركة ميشن عرس بورنتي شوفوا لي عمر من أمي مالين كاس ثم مضيت أنا وصاحبي هذا نوان دقنا بيه حتى أوينا إلى غار في جبل صنحان كدي من وحان هبين كي دعني بيه قد كيال بور تلو يقان صنحان أما صحنان فبينما نحن فيه أنه هل كاس كفد إنه إذ دخل علينا كهل أعور وحان نوصو أقرب بيه نن لن يرى قرمضوه أو ورشة هل إلبو لأيه فسلم ونا سلام ثم التفت إلي كدون يسوام العسيبي ونك يوسو جل العسيبي وقال يحرم من الرجل إن قال كوكا سو جيدا يعني والله مركيب والله وريسانا يا هيبتي سلوه دي فقلت من بني بكر رأي بني بكر بان الكاسان وحيري الكاسان قال فمن أنت وياد كته قال الحر من بني بكر أيضا إذ لي يجي طبعا لبدو طبعا ويسواري سن صامة نين كان نحن نقول بني بكر نين كان بني بكر مركو إيوي ديبا وحن من بني بكر أنا سؤال بانكو علي وحن أبني هذا من بني بكر مرك لبدو مركي ليس هيبو يدي وحن نقدام سيدا كم مقتال لو أنين أو هل ملك سوى ذا فقلت مرحبا سؤال دوباني لبي. ثم إنه ما لبث أن الضجعة ورفع صوته بالغناء نيك مركا قال سود وي مركا كان مركا بغدين ما جرتو كان و بني بكر كان و بكر لوان نو اسكوريرا او ما انت لا بقين مركا هبينك وحليس الحس غارسيو فنيك مركا ماشي انت كسو دوي ما هلكا او دحاي بوخ بلاور انو هيسو هيسي سمحا اهت ولست بمسلم ما دمت حيا ولا دان لدين ولا دان لدين المسلمين انت ناله ولي مسلم نقون دين المسلمين تولي دين كدغن ما تاسو كو هيسي هبينك فقلت له في نفسي مركا سمحان السيدي هو سمحان كلا ستعلم أذا أغان دونا هو سنوغ ديابي ثم أمهلته ونكاليب فلما نام مركو لنك إندهز قلي أخذت قوسي قوسي ضفصة بيري فجعلت أحد طرفيها في عينه صحيح ضرفك قوسك أنوتي بان إشي في يبيت لك قليب وتحاملت عليها بثقلي كله مركزان عليس كي يقولون دول صار بير وانين قاعد حوق عليه حتى بلغت منه العظم وحن كسر ريح ولفتها وسيسي قارت بير
ثم ايقظت صاحبي مركز انك انساري يسوي هردأ توس بان ربي وقلت النجاء النجاء ورنا بدبادي فقد احدثت امرا شغل كلام كل دقائق كبيره صبح انت مركا وحاصلنا على كيسان عمرو بن اميه هل كان وهو مريا انت سو حديث بمريا انت وضد امريا نكي انساري قال وهلك لو غير دغنا واكن اسنا مركا لك اي صو دقائق لي ومضينا منطلقين نحو المدينه كدبا مضضي مدينه افك سهرنا بها فلما هبطنا النقيع على بعد ليلتين من يثرب مركي ام جارني النقيع ماشي لو مغعابه وهلك اي ريم وزينه اي دغان وانا لبها بين با صعد كو يهي مركا ماشي لغا دقائق نقيع الى المدينه المنوره لها بين صعد الب كل جره ماشي مركا سي مرينو اذ نحن برجلين من المشركين بعثتهما قريش وحن كن من لوانين او مشركين تكمدا او قريش اي صدرتي ليتحسس اخبار المسلمين واصعد يعني حق الرس اجاجوس نما اصعد مركا لبدن بان هلمو فوترت قوسي وقلت مركاسان قوسكي انت اسكو اد سمعون كيري استاسر استاسرا فابيا اسديبا نرم يعني استاسر كو ماشي جيفن اسديبا مركاسي الدينين فرميت احدهم بسهم مركاسا ميت كاملا فلارتي لقسيه بي فخر سريعا مركاسو هلكا ماشي كو دعو كنا فواي واستاثر الثاني واستاسر الثاني كان كلمه اسديبا يعني استاسر كو ما يكون اسيرا وقالوا ان لو قفاشه او غان لو دغ لو تحابته اس دي بو كي مركو اركي ان نيكا صاحبكي لو تغي خلاص هلكا كنا فواي اسجن اس دي مرك فاوثقت رباطا مركزا حرك كسخ حرتبي وقدمت بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما معه من اسرار واخبار مركزا نيكا انا وضا النبي اسو غلب اسرارتي ان سوري اخبارتي حقتي وحن مكسو اركي shuqladii aan soo sameeyay dhacdooyinkii wixii Alla wixii aan soo maray nabi waa waraman bii yani ana sida falamma raana rasuul sallallahu alayhi wasallam asfara wajhu waftara thagru markuu nabi gana arkay runtii wajigiisu aad buu runtu ifay abuuna dhoola cadi sallallahu alayhi wasallam aad buu farxay markuu siiri aflahati alwujuh wa sulli ban tanbi thumma ja'ala yas'aluni an khabarina markaa soo nabi gana bilaab inuu na wareeso u bilaab sallallahu alayhi wasallam u yiraa iyaga waraman wa tafiqtu aqussu alayhi ويضحك النبي انت وقصلي يا مركز شيكدي وحي ان لا سو كلمي ميلي ان جوغ دبا او شيكاي بو عمرو اميه نيكا بو اها عجائب تله هلكا وحنا نوغ دمد صحابي بقول يا فراد وحي نهر يوم الرجيع درسي او دنبيه ان شاء الله مالنكا ثلاثه ان كدغينا مالنكا ددكو يسومين عرف الى سبحانه وتعالى ديره ان لا تفوت صح 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 صح
Gracias.